طيب عندنا مشكلة بقى في السيجنال اكوزيشن. احنا دلوقتي لو احنا فرضا يعني بنقول ان احنا دلوقتي بقى في عندنا ام نوت، يعني في عندنا دلوقتي نت ماجنتايزيشن بقى موجود، وبعدين النت ماجنتايزيشن ده بطبيعة الحال بيبقى النت بتاعه في نفس الاتجاه بتاع زي، اللي هو نفس الاتجاه بتاع الماجنتيك فيلد. فمشكلة عندنا في ايه بقى؟ ان احنا بيسكلي طالما عندي نت ماجنتايزيشن في نفس اتجاه البي زيرو، يبقى انا عايز اقيس حاجه صغيره جدا سوبر امبوز على حاجه كبيره جدا. يعني مثلا ممكن تخيل مثلا في الكهرباء، لو انا كنت عايز اقيس حاجه بالمايكرو فولت محطوطه على حاجه بالميجا فولت، هل في عندنا انسترومنت تقدر تقيس لنا حاجه بالشكل ده؟ حاجه تبقى صغيره قوي 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 وسوبر امبوز على حاجه كبيره قوي قوي قوي. طبعا دي حاجه صعبه جدا، وعشان كده بضطر ان انا اعمل يعني في بقى كل التكنولوجي بتاعت الام ار اي دي حواليني ازاي ان انا اقيس الحاجه الصغيره اللي سوبر امبوز على الحاجه الكبيره دي. فالفكره كالاتي بقى، الفكره ان احنا عندنا الاتجاه التاني بقى، الاتجاه اللي هو عمودي على البي زيرو اللي هو الاكس واي دوت، الاتجاه ده الحقيقه ما فيهوش اي حاجه خالص. فلو انا قدرت بشكل من الاشكال ان انا اخلي النت ماجنتايزيشن ده يبقى موجود عندي في الاكس واي بلين او في الترانسفيرس بلين، اوكي، يبقى معنى كده ان انا بتكلم على ان انا الماجنتيك فيلد هيبقى لوحده خالص، واقدر اقيسه بقى في منتهى السهوله. هيبقى عندي المايكرو فولت اللي بتكلم عليه ده بقى، فاقدر احط له حاجه تقيس المايكرو فولت وخلاص، مش محتاج ان حاجه تبقى بتقيس مايكرو فولت يعني بلس في حاجه في 10 اس 6، اوكي، فبتبقى بالنسبه لي ابسط بكتير جدا جدا، اوكي. طبعا يعني طبعا الاتجاه اللي هو بتاع الزي نفسه او اتجاه البي زيرو بسميه لونجيتيودينال دايركشن، والاتجاه اللي هو البلين اللي عمودي على اللونجيتيودينال دايركشن ده بنسميه ترانسفيرس بلين، اوكي. فدي طبعا حقيقه ميزه كبيره قوي ان احنا يعني لو قدرنا نعمل كده هتفرق معانا جامد جدا. المشكله في ايه بقى؟ المشكله ان احنا كل الحاجات اللي بتعمل بريسيشن دي هي كلها لها نت كومبوننت في اتجاه الزي، بس المشكله ان هي كلها كل واحده فيهم بتدور بفيز مختلف. يعني كل واحده من السبينز نفسها او كل واحده من النيوكليا اللي بتكلم عليها هي فعلا لها اتجاه في اتجاه الزي وبتلف بتعمل بريسيشن، بس كل واحده فيها بتعمل بريسيشن على يعني على فيز مختلف. فمعنى كده لو انا جمعت كل النيوكليا اللي عندي هلاقي ان هم كلهم اوت اوف فيز، فمعنى كده الكومبوننت بتاعتهم على الاكس واي بلين هلاقيها بتساوي صفر. طب ايه بقى اللي نقدر نعمله عشان نخلي الكومبوننتس دي كلها ما تعملش كانسلنج اوت؟ هنعملها بشكل يبقى ايه، يبقى يعني يخلي الحاجات كلها ان سينك، يعني خليها كلها تبقى سينكرونايز الاول، وانس ان هم بقوا سينكرونايز هلاقي ان السيجنال بتاعتهم على الاكس واي بلين نقدر ان احنا نقيسها. فتاني احنا بنتكلم على ان كل واحده من السبينز دي هي اوريدي بتعمل بريسيشن، والبريسيشن ده اوريدي بيبقى حركه في اتجاه الاكس واي. المشكله في حركه الاكس واي دي ان انا كل واحده فيهم لو انا قست الكومبوننت بتاعتها على الاكس والكومبوننت بتاعتها على يعني اللي في اتجاه الاكس واي عموما في اتجاه ترانسفيرس بلين، هلاقي ان كل واحده لها كومبوننت في اتجاه وكلهم اوت اوف فيز مع بعض. يعني كل النيوكليا الموجوده عندي مفيش اي سينكرونايزيشن بينهم خالص، فكل واحده بتدور في اتجاه مختلف. ففي الاخر لما اجمع الكومبوننتس دي كلها على الاكس واي بلين الاقيها بتساوي صفر. فهدفي دلوقتي ان انا الاقي طريقه ان انا الكومبوننت موجوده في الاكس واي بلين دي تبقى سينكرونايز، بحيث ان انا الاقيهم كلهم بنفس الماجنتيود بتاعهم اللي هو بتاع النت ماجنتايزيشن ده، اقدر اقيسه في الايه، في الاكس واي بلين. وفي كل الاحوال احنا بنحط بيك اب كويل بقى يقيس لي بقى في الاكس واي بلين اللي بيحصل فيه ده، ما بيبقاش له اي علاقه خالص بالبي زيرو بقى، يعني يقيس بس الكومبوننت الصغيره بتاعه النت ماجنتايزيشن الموجوده عندي في الاكس واي.